السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هبة حسن من جي اف اكس اكاديمي. النهاردة بنكمل كلامنا مع نيوك، وبيوضح ابتداء من النهاردة الفرق بين نيوك ونيوك اكس. ناس كانت بتسأل عن الفرق ما بينهم، يا ترى انا لما بفتح نيوك اكس هو نيوك، طب ايه الفرق ما بينهم، ليه عامل اتنين؟ بنبدأ من النهاردة نجاوب على السؤال ده. نيوك اكس مزود ببعض النودز وبعض الخدمات اللي بيقدمها، اللي بتعتبر طفرة في برنامج نيوك، واللي بيخليه يجمع ما بين نيوك 2D أو برنامج 2D وبرنامج تاني 3D. وده في الجزء الخاص بي، ان هو بيدعم لي جزء 3D و 3D كامل، مش virtual زي الافتر اللي هو 2.5D. الجزء الخاص ب 3D هنا بيتمثل عندي في القائمة الخاصة ب3D، فمن خلالها بقدر أضيف عدة أشياء. لكن الأفضل من قبل ما نتعلق أو ناخد فكرة عن الجزء الخاص بالقائمة بتاعت 3D، يفضل بأن الناس اللي ما تعاملتش مع برنامج 3D، أي برنامج 3D قبل كده، يقعد مع حد وياخد فكرة سريعة عن Geometry Primitives. يفضل اللي ما تعملش قبل كده مع 3D ان ياخد فكرة مبدئيا عن كل من Geometric Primitives، ال Vertex، Surface Normals، وال Lights، والكاميرا، وال Texture Maps، وال Shaders، بحيث ياخد بس فكرة عنها علشان يقدر يتعامل مع 3D اللي جوه انيوك. بصرف النظر عن المصطلحات ديت اللي حتى احنا مش عايزين نتعمق فيها، انت بس تاخد فكرة عنها عشان تفهم الدنيا فيها ايه. تعالوا كده نبص بصة سريعة على قائمة 3D، هنلاقي فيها ايه. اول حاجة بنلاقيها بنلاقي الاكسس، اللي من خلالها اللي بعض الناس بيسموها البايفت بوينت او النال بوينت، اللي بيضيفها الى عالم 3D. الجيومتري اللي بستخدمها باني اضيف حاجات معينة منها، زي الكيوب، زي الكارد، زي ما هنشوف دلوقتي أمثلة من بعض الحاجات اللي ممكن أضيفها، كورة، مستطيل، مربع وخلافه، وبعدها ببتدي أقسمها وأشكلها على الشكل اللي أنا عايزاه. بضيف للشكل بتاعي لايتس أو إضاءات بالشكل برضو اللي أحبه، بحيث أديله إضاءة مبهرة أو خافتة، ملونة بشكل معين، فيها بوينتس، في دايركت، وهكذا باتجاه الإضاءة بتاعتي. الجزء الخاص فيها بي الـ environment، ده اللي خاص بايه، ده اللي خاص بـ الـ HDR او الـ High Dynamic Range Images. لو فاكرين لما اتكلمنا عن الـ HDR، ازاي جودتها الصورة العادية بعلي جودتها قوي وبخليها جودة فائقة كأنها طبيعية بالظبط. من خلال الـ environment هنا، الاضاءة بتاعت الـ environment بتديني الـ HDR، او بتساعدني في الصور الـ High Dynamic Range Images عشان يضيء لي المشهد بشكل كامل. اما الموديفاي فبستخدمه في اني اعدل في الجزء بتاع الجيومتري اللي انا دخلته، يعني اضيف له نودز تانية اعدل فيها، اغير فيها، اضيف لها حركة وهكذا. الشادرز زي الاضاءات او بعض الافكتس اللي بضيفها عليه. الكاميرا بضيف له كاميرا تراكر والديبس جنريتور، دول هنتعامل فيهم بعد كده. السين ازاي ان انا استخدم الاوبجكتس اللي دخلتها بخلفياتها واعمل لها مشهد بشكل كامل. ازاي اني اعمل سكان لاين ريندر، هنعرف ان انا استخدمها في ايه، بحيث اني ده استخدمها في ايه، في المشهد 3D وانقله بعد كده على المشهد 2D، بحيث ان اعمله ريندر بعد كده واعمله كومبوزيت على اي خلفية انا عايزها. مبدئيا علشان اقدر انقل من 2D ل3D، عندي كذا طريقة. عندي ان اما ان انقل من القائمة دي وادخل من التاب ل3D، زي ما انت شفت كده، اضغط حرف الاختصار V او اضغط حرف الاختصار تاب للتنقل ما بينهم. انا دلوقتي جوه 3D، هعرف منين؟ ببتدي اتحرك كده بلاقي نفسي جوه البرنامج،
عشان اقدر اتعرف اكتر على البرنامج، تعالوا نضيف كده حاجة سريعة. هنضيف مثلا من الجيومتري حاجة اسمها read geo. read geo ديت لو انت عندك object مرندره من برنامج تاني 3D، زي ايه؟ برنامج مايا، سينما، whatever، اي برنامج تاني. المهم ان الامتداد بتاعه بيبقى object عادي. بدخل الجيو read geo، وبعد كده باجي هنا عند البروبرتيز بتاعته من فايل، اختار فين الفايل بتاعك اللي انت عايز تدخله لي هنا، او الاوبجكت بتاعك اللي انت عايز تدخله. هنقول مثلا ندخل التست اوبجكت، او ما بيدخل الموديل بيبقى مش باين بشكل كافي، فببتدي اعمل له ايه؟ ببتدي ادوس وانا واقفه جوه هنا على حرف الاف بحيث يبان بشكل كامل وكافي. دي عباره عن الريندر للكامارو، احدى الورش اللي عملها الباشمهندس احمد عبد الرحمن. دلوقتي ادي عندي كده قدرت ان انا ادخل موديل عادي من بره. وعشان تقدر تحدد او تشوف الاوبجكت بتاعك تحدده، ببتدي اضغط عليه سيلكت ببساطه، او لو ضغطت بره كده عايز اعمله سيلكت بطريقه تانية من خلال النود بتاعته، هيبتدي يتعمل له تحديد عندي. طيب لو حبينا دلوقتي هنعمل له روتيت، بضغط على زرار الالت وكليك يمين، الت وكليك يمين، وابتدي الف المشهد عندي بالشكل اللي انا عايزاه. كده مثلا واضح طبعا زي ما احنا شايفين تفاصيل العربية نفسها مش باينة. طيب عشان اقدر اوضحها ممكن اضيف لها مثلا lights اضاءة. تعالوا كده مع بعض نضيف لايتس. الاول نعمل لها زوم اوت. زوم اوت ازاي؟ نبعدها او نصغرها ازاي؟ وانت دايس على الت بلعب بالسكرول او بالبكره بتاعه الماوس، ابعدها لبره البيت شويه. وتعالوا بقى نضيف اضاءه من خلال قائمه 3D، واختار اللايتس لايت مثلا. اول ما بتظهر اهي هبتدي اسحبها لفوق زي ما احنا شايفين بدأت الإضاءة تظهر شوية، ببتدي أسحبها لقدام مثلا، أو نقول خليها هنا كده عشان تبان شوية تفاصيل من هنا. ممكن أضيف إضاءة تانية، بدأت الإضاءة تظهر اهي. لاحظ ان احنا دلوقتي رابطين الاتنين ببعض، نشيل الرابط ده بحيث كل لايت تبقى لوحدها. تعالي فوق كده مثلا، اقول تعالي اندي انا كده على سبيل المثال. كمان في الاضاءة نفسها ممكن اني اعمل لها تلوين مثلا، اغير في الكالر بتاعتها. هاجي هنا عند البروبرتيز بتاعتها، طبعا مش محتاجين ان احنا نتكلم في البروبرتيز لان هي واضحة لوحدها، مع التعامل هتقدر ان انت تغير فيها. هنشوف مثلا الكالر بتاعها، هنقول خلي الكالر بتاعها مثلا حاجة زي كده. شايفين بتغير معايا ازاي؟ خليها كده مثلا، يعني حاجة كده وخلاص. اوكي ادي لها روتيت خفيف. اقول دي تعالي انت كده. لاحظ كمان اني حتى الكالر بتاعي تعمل له ابديت فيها هي. ممكن ادي للتانية برضو لايت وان اضاءة تانية. الاضاءة غبية جدا هون.
يعني شوية. أو يفضل أن أنا أشيل الإضاءة خالص بإني أرجعه تاني للديفولت. تعالى معلش، أوكي معلش، نيو كان مبطأ شوية، ونرجع التاني برضو. يبقى أنا كده ممكن أشتغل بالألوان، وممكن برضو أرجع بالألوان تاني زي ما أنا عايزة. كده أنا بدأت يدوب أتعرف بالتفاصيل شوية. كمان ممكن وأنا واقفة كده قدامه هعمل روتيت كمان شوية، Alt كليك يمين، أعمل زوم خفيف، Alt والزوم اللي هو السكرول، ماشي. واظبط الإضاءة بتاعتي كده على سبيل المثال. يبقى كده الإضاءة خلتني أقدر أعرف إلى حد ما بعض تفاصيل الموديل اللي قدامي، تمام. كمان من خلال الديفيوز، أو سوري، من خلال الانتنسيتي أقدر إن أنا أزود في الإضاءة أو أقلل منها. شايفين الإضاءة بتاعتي كده زادت أو أقلل منها شوية حسب الرغبة، حسب رغبتك، تمام. دلوقتي بقى لو حبينا مثلا نبص على زوايا الموديل بتاعي، اقدر ان استخدم مفاتيح اختصار للتنقل للزوايا بتاعته، زي مثلا زي حرف الزي او حرف الزت بيدخل لي على الفرونت الامامي، الجزء الامامي للموديل بتاعي شكله ايه. ده بالنسبة للزي. في حالة انه ما ظهرش بتضغط على حرف الاف بحيث انه يظهر، علشان يعمل لي فت للشكل بتاعي، لان ممكن الموديل بتاعي يبقى اصغر بكتير عن الفيو بتاعي او اكبر. هنا في الحاله اللي قدامي ديت ان الموديل بتاعي حالته اكبر، عايزه مثلا ارجع تاني للبرسبكتيف فيو او الفيو الاساسي بتاعي، ببدا اضغط على الفي كده، رجعت زي ما كنت في الاول. لو ضغطت على الاكس، زرار اكس، عرض لي ايه؟ عرض لي الرايت سايد بتاعه، الجانب الايمن بتاعه. لو بصيت هنا كمان هلاقي ماشي مع الاختصار بتاعي بالاختصارات ديت هي اللي بمشي بيها. وممكن كمان وانا واقفه كده ابدا اظبط اللايت بتاعي بحيث يبقوا الاتنين قد بعض بالظبط. تعالى انزل عشان الناس بس اطلع سنة. طبعا هو مهنج قوي كده عشان موديل تقيل شوية، هو مش شوية هو كتير بصراحة، عشان نعمل ايه بقى. طيب ايوه بالظبط كده. هنرجع دلوقتي بقى للجيو بتاعي perspective، نقول له في كده تمام. عشان تنقل ما بين 3D وال2D، ده دلوقتي على 3D، عايز تنقل لل2D بنضغط على زرار تاب كده. في تاب انا جوه ال2D، تاب تاني رجعت لل3D، تاب جوه ال2D، تاب لل3D. لاحظ ان كل المشهد بيبدأ يتكون معايا واحدة واحدة، بالإضاءة بالموديل ولسه بدون النظر لأي ارتباطات تحت بين النوتس وبعضها. يعني ما اضطرتش ان انا اربط اللايت باللايت ولا الجيومتري اللي دخل دوت بأي حاجة تانية خالص، كل نود خاصة بنفسها. ولاحظ كمان ان مفيش اي واحدة فيهم ارتبطت بالفيور بتاعي، لان ببساطة الفيور ده خاص بالجزء 2D بس، لكن كل 3D كل نود متعلقة بنفسها، مش محتاجة لنود تانية عشان تظهرها. لكن معنى كده ان مفيش ترابط بينهم؟ لا، هيبقى فيه ترابط، لكن ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. لاحظ كمان ان كل النودز اللي بندخلها بتبقى عليها بنحس ان فيها جزء 3D. يعني حتى لو دخلت مثلا حاجة تانية زي الكيوب، زي السلندر، لو بصيت مثلا على السلندر كده هتلاقي برضو هنا لو عملت زوم
تحس ان النود نفسها فيها 3D، زي هنا، زي كمان لو دخلت حاجة تانية زي مثلا الكارد ديت برضو هتحس ان فيها جزء 3D. لكن برضو في نودز تانية زي الكاميرا تراكر على سبيل المثال، مش هتحس ان فيها اي 3D ولا حاجة، هتحس ان هي نود عادية جدا اهي. يبقى في نودز بتحس ان هي 3D من شكلها، وفي نودز تانية لا عادية جدا. نمسح طيب كل ده مش عايزينه دلوقتي. لاحظ كمان الاختصارات اللي احنا استخدمناها فوق نقدر ان احنا نستخدمها تحت، زي ايه؟ قلنا هنا للزوم Alt والسكرول، تمام. اديني برجع لورا اهو وبقدم لقدام. نفس الكلام هنا تحت برضو Alt والسكرول، زوم ان وزوم اوت. لاحظ كمان هنا Alt كليك يمين، بعمل ايه؟ بعمل روتيشن. هل ينفع روتيشن هنا تحت؟ طبيعي طبعا لا، مفيش عندي هنا روتيشن. طيب Alt وكليك شمال بيعمل ايه؟ يمين وشمال. تعالى نعمل هنا Alt كليك شمال، نفس الكلام حرك ليمين وشمال. افترض ان بعض الاختصارات اللي احنا شايفينها عمالين نشتغل عليها ديت مش مريحة لبعض الناس، يعني مثلا حد معين بيشتغل على برنامج المايا وخلاص اتعود على كده، يشتغل مثلا على برنامج المايا وتعود على الاختصارات بتاعتها، ومش لسه هبتدي اتعود على اختصارات تانية، هيعمل لي لخبطة، هيعمل لي مشاكل، مفيش حل. انيوك حللك المشكلة دي بمنتهى البساطة، قالك لو انت متعود على اختصارات او شورت كاتس كنترولز لبرنامج تاني غير برنامج نيوك، طبعا برامج معينة، تقدر ان انت تستعوض عنها عن اختصارات نيوك بالبرنامج اللي انت عايزه زي المايا وخلافه. ازاي؟ بحيث انك تشتغل جوه البرنامج باختصارات البرنامج التاني اللي انت متعود عليه، من خلال Edit Preferences، ومنها من هنا نختار الفيور. من الفيور ببتدي اختار 3D control type. الديفولت طبعا بيبقى عندي نيوك على اساس انه بيبقى ماشي باختصارات برنامج نيوك لايت ويف. في ناس تانية مثلا عايزة اختصارات المايا، الهوديني، اللايت ويف، whatever، اي برنامج تاني، بتقدر تختاره من هنا ونقول له save preferences وclose، وبكده انت بتشتغل على اختصارات البرنامج اللي انت عايزه. تعالوا كده بقى نشيل مثلا المشهد ده ونشيل كل النودز اللي احنا دخلناها. انا بحددهم بالضغط على شيفت وانا بحدد النودز ودلتهم كده، المشهد عندي فاضي. وهبدأ ادخل مثلا حاجة عادية وليكن كيوب صغير او سلندر، اي حاجة، او نقول بلاش كيوب مثلا، خلينا في سفير. اول ما بتنزل سفير عندي ادي البروبرتيز بتاعتها، هاجي عند السايز الخاص او السكيل بتاعها وابتدي اكبرها شويه عشان تبان، وابتدي اعمل زوم عليها او اعمل فيت بحيث انها تبقى ظاهره عندي. طبعا اول ما بقف عليها بلاقي هنا الجزء الخاص بالفيرتكس بتاعتها اللي ببدا اقللها او اكترها، يعني الرو الكولمز الخطوط اللي عندي دي اللي بتزود وتقلل النعومة اللي خاصة بالسفير أو أي شكل بيدخل عندي. طيب هل ممكن أديله خامة، أديله تكستشر سريع؟ ممكن أجيبله من بره أو أدخله من جوه. تعالوا كده ندخل حاجة سريعة خفيفة وليكن مثلا تشيك بورد. هتلاحظ أساسا إن أي نود فيها البايب المكتوب عليه image img معناه انه بيقبل صورة، عايز تقدر تعمل له تكستشر او تقدر تعمل له خلفية باي لون معين، بدي له التكستشر بتاعه زي ما احنا شايفين كده، كده كأني عطيت له التكستشر الخاص بيه. اقدر ادخل حاجة تانية مثلا زي كيوب، برضو الكيوب جاي في النص، هبتدي اسحبه كده على جنب واقول له كبره لي يا سيدي. فين الكيوب؟
زي ما احنا شايفين اهو. ممكن مثلا المدى ده مش عاجبني، ممكن ازوده اكتر كده اوفر، خليه لي 20 يعني، ماشي. بعده لي سنة كمان كده مثلا، لو بصينا كمان في الاكسس هنا في الواي والاكس والزد، هنلاقي ان احنا كل ما هنلف المشهد هيتلف معايا الاكسس بتاعتي. تعالوا كده نشوف مثلا، لاحظ معايا على سبيل المثال الاكس او على الزي، لاحظ كده هي فين، شايفين كده هي بتتلف معايا ازاي. يبقى هي بتتلف معايا كأنها واخدة برضو 3D بتاعي. كمان لو حبينا نطبق زي ما احنا شفنا كده، انا ضغطت على زي بعد كده اف على اساس يعمل لي فيت ليها، ارجع تاني للاف او للمشهد الاساسي بتاعي البرسبكتيف، هضغط مثلا على اكس كده انا فين في الرايت سايد، مش شايفة حاجة، عايزة اخلي عايزاها تظهر اكتر، اقول له فيت كده انا ايه انا فوق. تمام، ارجع تاني في الفي، تمام الرايت سايد كان هنا، الليفت سايد شيفت اس اف كده اتبعنا على الجانب التاني، ارجع تاني المشهد الاساسي بتاعي البرسبكتيف. جميل، لاحظ ان في البروبرتيز بتاعتي هنا، ادي الخاصة البروبرتيز الخاصة بالكيوب، البروبرتيز الخاصة بالسفير، لما بعمل كولابس لواحدة منهم بلاقيها بتبدأ تعمل لي ايه disappear، شايفين ازاي. لو حبيت تخفي حاجات معينة من المشهد بعد ما خلصتها بحيث تكمل بقية المشهد بتاعك، مجرد تعمل له كولابس طبعا تظهر له تاني، بحيث تفرد البروبرتيز الخاصة بيها. طيب ممكن نضيف لها الإضاءة، نعملها lights، تعالي انتي كده فوق مثلا، ممكن انا اعمل دوبليكيت اللايت اللي عندي، كنترول سي كنترول في كده، جيت لايت تاني وابتدي احركه عندي من فوق، وابتدي دبل كليك عشان يظهر قدامي على المشهد، وابتدي اسحبه من الناحية التانية، واخد طبعا نفس الاضاءة بتاعتي. دلوقتي بقى المشهد اللي قدامي دوت، انا عايزه اني اظهره على ال2D، كل اللي قدامنا ده جوه برنامج 3D، عايز اظهر المشهد ده على سبيل المثال جوه ال2D، ماذا افعل؟ مبدئيا بنحتاج ان احنا نعمل مشهد، بقول للبرنامج انا دلوقتي بعمل مشهد، تعالوا الاول نرتب الدنيا اللي قدامي دي، نعمل مسافة كده للنودز اللي هتبدأ تدخل، وادي اللايت الاول ودي اللايت التاني. نعمل المشهد او السين ازاي؟ ببتدي ادخل النود اللي اسمها سين، المشهد او السين لازم اراعي فيه اني بربط بيه عدة اشياء. ايه هي؟ اولا انا بربط بيه كل المكونات اللي عندي، يعني عندي دلوقتي لايتس، يبقى لازم اربط بيه اللايتس كده، لما تقرب كده لازم تحاول ايه في البايب ديت، او ما بتوصل بحاجه بتبدا بيبقى في مكان لحاجه جديده، يعني مثلا هوصلها دلوقتي اهو السفير، بقت فيه واحده في مكان واحده رابعه وهكذا، كل ما المشهد بتاعك يكبر مفيش اي مشاكل خالص، فنزودها كمان بالكيوب
وبكده انا بقى ايه ضفت عناصر المشهد اللي قدامي. احيانا ممكن يكون المشهد ده بني ادم، وش، جسم، بيت وخلافه، بتجمعهم كلهم في المشهد ده بحيث اني استخدم المشهد بعد كده في الكومبوزيتنج زي ما هنشوف دلوقتي. طيب جميل، دلوقتي بعد ما جمعت عناصر المشهد اللي عندي سواء كانت الاوبجكت او اللايتس او اي شيء تاني كان موجود، ممكن احتاج ايه تاني عشان اعمل ريندر واوديه بقى على شاشة ال2D؟ هدخل النود اللي اسمها سكان لاين ريندر. لما ندخلها كده ونعمل لها زوم نبص عليها، هنلاقيها عبارة عن 3 بايب. البايب الاولى بيقول لي انا هحتاج منك كاميرا عشان تقول لي انا هبص على ايه، which way to look، فاني جزء بالظبط المفروض ابص في المشهد ده. انت عايزني المشهد اللي يجي على ال2D هنا ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت، فلازم تدخل لي كاميرا ابص من ناحيتها. تاني حاجة الاوبجكت او السين، لو انت عندك اوبجكت واحد وصله لي بهنا، لو اكتر من عنصر وربطهم ببعض بحاجة اللي اسمها السين يبقى توصل لي السين هنا. تالت حاجة توصل لي الباك جراوند، تعالوا نديله اللي هو عايزه. انا دلوقتي ما عنديش فيهم غير السين. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ هنوصل الحاجة اللي موجودة اللي هي السين. ماشي يا سيدي، وبعدين بعدين عايزين كام؟ دخل الكاميرا، دخله كاميرا ونلف المشهد كده شوية. نقول الكاميرا تعالي كده ورا، تعالي كده، تمام. ممكن يعني نخليها زوم يعني، ماشي اوكي. ونقول الكام، ادي الكاميرا اهي، فين البايب اللي خاصة بالكام؟ تعالي نوصلها بيها. ممكن كمان لو عايزة اشوف المشهد ده من خلال الكام هيبقى عامل ازاي، اوصلها بيها بالسين نفسه. تمام كده اللي فاضل لي ايه؟ فاضل لي الباك جراوند، وهنا لنا وقفة. بص كده معايا، لما نقول على ال2D، ال2D كده على سبيل المثال، شيل ده كله نوقف على البروجكت بتاعي، هنبص كده على السيتنج بتاعتي هنخليها وليكن HD. تمام HD، هدخل دلوقتي الصورة اللي هتبقى عبارة عن الباك جراوند بتاعتي. زي مثلا الاوبن، ولاحظ معايا دلوقتي انا هربط، لو ربطت كده الباك جراوند او الصورة بتاعتي، لاحظ كده شايفين الفورمات بتاعها مختلف خالص عن اتش دي 800 في 800. ادي الاتش دي بتاعي، هوصل الباك جراوند بالصوره بتاعتي. طبعا مفيش حاجه ظهرت هنا لان انا لسه ما ربطتش اي حاجه بالفيو، زي ما احنا شايفين كده. هتلاحظ ان الفورمات بتاعي بتاع البروجكت اتغير وتاثر بالباك جراوند بتاعتي، يبقى اذا الباك جراوند هي اللي بتتحكم في الفورمات الخاص بالبروجكت بتاعي. لاحظ كده ان مثلا ادي الاوبجكت بتاعي لسه مش ظاهر كامل، ممكن ارجع تاني لل3D وارجع تاني لورا. قول الكام، ارجع كمان شوية عشان تقدر تجيبيلي المشهد بالكامل.
بارتيشن كده. نعمل لها روتيشن كده مثلا، ونسحب الكاميرا ورا شويه عشان تقدر تجيبهم هما الاثنين. ننقل بالتاب على فيتو دي كده. في حاجه ناقصه الكيان، شايفين؟ بمجرد حاجه واحده بس ما كانتش موجوده الدنيا كانت بايظه. ارجع تاني نظبط المشهد بتاعنا. كده في بروبلم. اطلعي كده فوق، تعالي كده شوية، ننقل بالتاب. يبقى كل ما بنغير في الكام كل ما بتبتدي الدنيا تتظبط عندي على التودي. شايفين مع بعض كده؟ قدرت ان انا اعمل ريندر للشكل اللي جوه 3D زي ما احنا عايزين. ولو قربت اكتر مثلا بالكام، بعد كده رجعت تاني بدأت اقرب كده، كل تغيير بعمله في الكاميرا، كل تغيير بعمله في الشغل بتاعي، اي حاجة بحركها بغيرها اقدر اني اشوفها على التودي بتاعي بمنتهى البساطة. بما اني ربطته بالنود اللي خاصة بالرندر اللي هي السكان لاين ريندر. بكده نكون قدرنا ان احنا نلخص الجزء الخاص ب3D. زي ما احنا شفنا، احنا كده نعتبر خدنا فكرة سريعة عن ايه 3D، ازاي نقدر ان احنا نكريت مشهد بسيط جدا زي ما احنا شفنا ب3D. الفكرة العامة ايه؟ ازاي نجمع اكتر من حاجة في مشهد، بعد كده نضيف كاميرا ونبتدي نتحرك فيها ونغير في مكانها وفي شكل المشهد بتاعي، نضيف لايتس وازاي ان احنا نقدر نغير في اللايتس ديت من حيث كثافة الإضاءة، ألوان الإضاءة وخلافه. كمان قدرنا نعرف ازاي ان احنا نضيف الخلفية بتاعتي او اضيف تكستشر للشكل اللي عندي موديل. لو عندي موديل جاهز في برنامج خارجي، اي برنامج 3D، اقدر ان انا ادخل الاوبجكت بتاعي هنا واتحكم فيه واضيف له التكستشر بتاعته واضيف له الكومبوزيتنج او الخلفيات بتاعته وابتدي اعمله بشكل احترافي جدا بدون اي مشاكل. وبعد كده ببدأ اجمع كل دوت في النود اللي اسمها السكان لاين ريندر، بحيث اني اربط ده كله بالفيور اللي بيتعدل اعداداته حسب اعدادات الكومبوننت او بالتحديد الباك جراوند الخاصه بالمشهد بتاعي جوه 3D. يسعدني استقبل اسئلتكم واستفساراتكم على صفحه الفيسبوك او على المنتدى. شكرا والسلام عليكم.